هذا وأكد عدد من المحللين السياسيين والإعلاميين المتواجدين في واحة الإعلام بالعاصمة السعودية الرياض في تصريح خاص لمركز الأخبار أن القمة السعودية الإفريقية ستسهم في تقوية الشراكة المثمرة وستعزز من دور المملكة المحوري في مساندة الجهود الدولية والإقليمية الرامية لإرساء دعائم الأمن والاستقرار. هذه القمة الحقيقة هي خطوة متقدمة نحو بناء علاقة وشراكة بين المملكة العربية السعودية التي هي تمثل دول المنظومة الخليجية بشكل عام، وكذلك أيضا هذه القارة التي ربما لسنين طويلة عانت من الأزمات السياسية والاقتصادية. هذه الخطة الاستباقية وهي عقد قمة شراكة بين المملكة العربية السعودية وأفريقيا، أنا أعتقد أنها ستعود بالخير الكثير على المملكة العربية السعودية وعلى أيضا أفريقيا. تعلم أخي الكريم أنه في رؤية المملكة 2030 تقوم على الشراكات الاقتصادية، تقوم على الاستثمارات، تقوم على التنمية. حديث سمو ولي العهد على بناء شرق أوسط جديد وشرق أوسط أخضر، هذا يعني أن تكون هذه المنطقة كلها تسعى نحو التنمية. هناك روابط تاريخية وثيقة تربط سواء العالم العربي بأفريقيا أو المملكة العربية السعودية تحديدا بالدول الأفريقية. هناك روابط تاريخية، روابط دينية، روابط جوار. أيضا المملكة كانت تطلع دائما بأدوار إيجابية في القارة الأفريقية، نتذكر آخرها المساعي الكبيرة التي تبذلها حتى هذه اللحظة في سبيل إعادة الأمن والاستقرار إلى السودان من خلال المحادثات الجارية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية في جدة. السعودية في نظرة استشرافية عرفت أن المتحولات الإقليمية والدولية كبيرة وكبيرة، وبدأت تستعد من الآن من المشروع الطموح، البرنامج الطموح لولي العهد المتعلق ب 2030 وصولا إلى القمم. لدينا قمة بايدن السعودية التي تمت في السعودية، كذلك أيضا القمة العربية الصينية التي أيضا عقدت في السعودية، وهي كلها قمم تؤكد هذا الدور المحوري للمملكة العربية السعودية. السعودية اختارت القارة المناسبة للاستثمار، وهذه القمة جد جد مهمة للسعودية ولكل بلدان قارة إفريقيا. والنقطة الأهم أيضا تتزامن أيضا مع قمة سعودية عربية وقمة إسلامية غير عادية. التكتل العربي داخل إفريقيا سيساعد السعودية من أجل بعث استثماراتها في كل القارة.